يا صباح الياسمين، انا اسمي انجي محسن، سينيور جرافيكس ام مالتي ميديا ديزاينر، ودي التشانل بتاعتي شي اكسسوارز انجي ديزاين. ولو اقول لكم قد ايه انا فرحانه ان ده هيبقى اول فيديو معانا ارت جورنال في التشانل ان شاء الله، ومش الاخير. انا بحب قوي نوعيه الفيديوهات اللي زي دي، لان انا لما بتفرج عليها بتخرج اي طاقه سلبيه جوانا. الورد ده انا جمعته عادي جدا من تحت الشجر، وخدته جففته جوه الكتب، ودي كانت اكتر طريقة جابت معايا نتيجة كويسة انها حافظت على اللون بتاعه. ودول مجموعة من المشابك بستخدمها يعني علشان برضو تجلب لي كده الطاقة الايجابية كده وانا برسم وبشتغل، وبحط كده الاصائيس والورق جنب بعض. اما بقى ده الورق اللي انا حرقته وكمان عملت له تعتيق بالشاي وبالبن وكمان بالشموع. لو عايزين انزل لكم الطريقة قولولي ونعملها سوا بالتفصيل ان شاء الله. الورق ده والكتب دي انا بجيبها من على سور الأزبكية او من اي حد بيبيع مجلات وكتب قديمة علشان تبقى مصفرة بالشكل ده. ولو مدتكيش الإحاء اللي هو المصفر او البيج او القديم او الفينتج ستايل، ممكن انت تعمليه بنفسك، وبرضو ان شاء الله يعني قولولي اي حاجة في الكومنت ان شاء الله ونعملها بعد كده مع بعض. بعد كده بستخدم بقى شوية أصائيس بقصهم انا بنفسي والزقها بقى بشكل متناسق. احلى حاجة انا بحبها وانا شغالة ان التصميم لازم يكونوا زي ما تقولوا كده ايه، متوازن يرد على بعضه. وبرضو اولا واخيرا مفيش اي قواعد في الجورنال ارت او الارت جورنال او الجورنالينج ارت او فن المراسيل او الحاجات اللي زي دي كلها، مفيش اي قواعد. اعملي اللي انت عايزاه، المهم يكون بذوقك وان انت كمان تكوني مبسوطة وانت شغالة، مفيش اي قواعد خالص للموضوع. ودلوقتي انا جبت مجموعه استيكرات انا كنت جايباها من رول اللي هو الاستيكرات اللي بنلزقها على المطبخ، وقصقصتهم علشان يبقى كل واحد زي الاستيكر كده. ان شاء الله برضو هوريكم الخامات كلها بالتفصيل، لو انتوا عايزين قولولي وانا انزلها، بس المره دي انا كنت شغاله ومنهمكه جدا فما كنتش عارفه اطلع كل الخامات. وده بقى الكتاب اللي انا كنت جايباه بتاع فان جوخ اللي فيه رسومات جميله جدا جدا اللي كنت قلت لكم عليه وكنت عرضته قبل كده. الرسومات بتاعته جميلة جدا، واحلى حاجة فيها الكواليتي بتاعتها. الكواليتي بتاعتها زي ورق الكلك، ورق الكلك ده زي ورق الزبدة اللي كنا بنرسم عليه الخرايط بتاعتنا زمان. الورقة عاملة زي ملمس البلاستيك كده شوية، فهي ورقة مقواة وشكلها حلو. اخترت بقى رسمة تكون مناسبة للي انا بعمله، يكون حاجة فيها ورود برضو. هو الموضوع يرجع اولا واخيرا لاحساسك وانت عايزة تحطي ايه بالظبط. ما تتأيديش ابدا ابدا باي حاجه انا بعملها، انا بس بحاول اقول لكم على الخامات اللي ممكن نستخدمها وايه البدائل بتاعتها. معظم الخامات اللي انا بجيبها حاجات من البيت وحاجات من حواليا، ما بتكلفش خالص ان انا اجيب حاجه مخصوص. يعني الكتاب ده يمكن كان اول حاجه انا جبتها في حاجات الجورنال، وبصوا مهتمه بيه قد ايه، وحطاه بقى في بوكس كده لوحده ومدلعاه خالص، وحاطه له كمان فيونكا بينك. اما دي بقى الواشي تيبس اللي انتوا بتحبوها واللي انا بعشقها، يعني انا فعلا بعشقهم. وده انا كنت جايباه كده من مكتبة، والله يعني انا لقيتها في الطريق كده بالصدفة، وكان سعرها 10 جنيه. يتراوح اصلا اسعار الواشي تيبس كلها من 10 ل 5 ل 15 ل 20 حسب الحجم بتاعه والكواليتي. الكواليتي بتاع ده كان عامل برضو زي البلاستيك وفيه لمعة ظريفة جدا. واحلى حاجة فيه ان هو عامل زي الستامبس، بصوا الشكل بتاعه كان حلو ازاي. قعدت اقصقص بقى فيهم حاجات صغننة كده وحطيتها تحت بعض علشان يعني احس فعلا بقيمة كل رسمة لوحدها، علشان انا بحب التفاصيل الصغيرة جدا ودي فعلا اللي بتفرق. بصوا شكلها حلو جدا. ساعات اصلا الواحد بيشتري حاجات كتير وبيبقى عنده اصلا حاجات يعني ممكن يستخدمها وبدائل كتير. يعني مثلا ده مش قلم ابيض خالص للرسم، ده كان قلم تحديد للعيون وما استخدمتوش خالص، وهنا استخدمته وكان جميل جدا جدا مع السكتش الاسود وكمان كان ظاهر جدا. اما بقى ده القلم الجل الابيض اللي كلكم سالتوني عليه قبل كده، انا حبيته لان هو كمان ينفع ان انا ارسم بيه على ريزن وكمان اكتب بيه على السكتشات السوداء، وكان ناعم جدا وعارفة فعلا استخدمه وكويس. البراند دي كانت كويسة، انا مش فاكرة اسمها بس ممكن اكتبها لكم في الديسكريبشن بوكس. وكمان في براند تانية انا عجبتني قوي قوي لانها كانت انعم من ده كمان، كان اسمها يونيبول، هحط لكم برضو اسمها في الديسكريبشن بوكس.
ودلوقتي هجيب بقى الرسومات اللي زي الستنسل دي، وكنت جايباها من مكتبة كمال سعد في اسكندرية، وكانت ب5 جنيه، يعني كانت سعرها بسيط جدا جدا، بس كان بتدي افكت حلو قوي قوي على الجوابات وعلى الأظرف وكمان في الجورنال ارت. انا اصلا كنت جايباهم علشان عايزة ارسم بيهم على الحيطة، بس قلت خلينا هنا الاول اجربهم واشوفهم فعلا مظبوطين ولا لا، وطلعوا تحفة. دي الوان باستيل، ممكن تجيبي اي الوان باستيل عندك تستخدميها، ولو ما عندكيش ممكن الالوان الخشب، اي حاجة عندك تصرفي بيها، يعني ما تأيديش نفسك باي حاجة خالص. انا بس بحاول اعرض لكم الافكار اللي عندي او الافكار اللي موجودة بالخامات اللي عندي، وغالبا انا هسيب لعيالي خامات ورث، مش هسيب لهم فلوس لان انا فلست فعلا على الخامات. خلاص اللي بيدخل فعلا مجال الهاند ميد ما بيعرفش يخرج منه ابدا، وما بيعرفش ينتهي ابدا من حب الخامات وشراها. اما دي بقى كانت حاجة اسمها زي الكونفيتي الصغيرة كده اللي بنحطها في البلالين بتاعة اعياد الميلاد، لقيتها كان بوكت كده كبير وكله كان فيه اشكال مدورة كده ذهبي زي ما انتوا شايفينها كده. اول ما لقيتها جبتها عجبتني جدا، وكمان ساعات بحطها في الاوردرات بتاعتي في اكياس التغليف، بتدي افكت شيك جدا جدا. اما دول بقى مجموعة الخيش اللي احنا بنستخدمهم الصغننين الرفيعين دول، يعني انا بحب الخيش جدا جدا، معرفش ليه بيدي احساس يعني مريح جدا زيادة عن اللزوم، مش عارفة ايه سببه صراحة، يعني لو حد يعرف يبقى يقول لي بقى. بس هو غالبا بيدينا احساس بالرجوع الى الطبيعة واستخدام المواد الطبيعية اللي حوالينا، فغالبا عشان كده كلنا بنحبه فعلا بيبقى مميز. اما بقى التيب ده كنت جايباه من مكتبة الوان، علشان المفروض ان احنا بنغلف بيه الاطار بتاع اي كانفاس عايزين نرسم عليها. الكانفاس دي يعني تابلوهات خشب بيبقى مشدود عليها قماش بشكل منسق جدا، يعني ان احنا نعرف نرسم عليها، علشان بعد ما نخلص الرسمة بتاعتنا بنشيل التيب ده كله خالص، وبتبقى الحدود بتاعتها مظبوطة جدا، وفي الاخر الاكسبورت بتاعه بيبقى بورتريهات شكلها حلو جدا. والكانفاس دي بنجيبهم برضو من مكتبات الوان وليهم مقاسات كتير، وممكن كمان تلاقيهم في مكتبات سمير وعلي والرشيدي ومكتبات تانية كتير. ودلوقتي بقى ندي لمسة كده رقيقة خالص، جبت ده مانيكير شفاف علشان بس ألزق بيه شوية جليتر كده مجسمين، شكلهم فعلا حلو قوي ورقيق جدا جدا، وفعلا اديتها يعني بريق كده، يعني خلت الرسمة كده او التصميم خلته منور بجد. لا عجبتني جدا جدا، بص ما شاء الله. طيب عايز اقول لكم على حاجة كمان وانا بوريكم الجزء ده من التصميم، احلى حاجة عشان تعرضوا بيها الشغل بتاعكو انكو دايما تصوروا بزاوية من الجنب. استنوا، صحيح كنت هنسى حاجة مهمة، دي اللوجوهات اللي انا كنت طبعاها على ورق زبدة من مكتبة كرييشنز، وحقيقي يعني عجبتني جدا جدا، لان انا كمان استخدمتها في الريزن، حتى لو هتلاقوا بصوا كده في واحدة ناقصة، هوريهلكو ان شاء الله النتيجة بتاعتها كانت في الريزن عاملة ازاي. واحلى حاجة عجبتني فيها ان التصميم لا نشع ولا الوانه غيرت ولا الورقة الشفافة دي راحت خالص، يعني من الاخر فعلا كان النتيجة بتاعتها مبهرة وجميلة جدا، لان الطباعة كانت ليزر. علشان كده لازم تطبعوا اي حاجة انتوا عايزينها في الريزن بالزيت طباعة ليزر، علشان التصميم يحافظ على نفسه والالوان ما تنشعش وما تبصش منكم خالص او تسيح او يعني تبقى شكلها مبكسلة او مش حلوة. وان شاء الله باذن الرحمن ان شاء الله يعني ابدا قريب جدا كورس فوتوشوب. انا بقالي كام مره عماله بقول الموضوع ده، بس فعلا انتوا عمالين تشجعوني جامد، لان انتوا بتطلبوا لوجوهات كتير ان انتوا تعملوها بنفسكم، وانا فعلا عايزاكم تعملوها بنفسكم، بس المره دي عايزاكم تعملوها بطريقه بروفيشنال، مش بس مجرد من برنامج مثلا بيكس ارت او كانفا او اي حاجه زي الحاجات دي. ليه بقى؟ علشان تبقى التصميم بتاعكم مميز، ما يبقاش زي حد ابدا، وانتوا بقى تبدعوا فيه وتعملوا اللي انتوا عايزينه. ودلوقتي بقى هرش كده شويه من الجليتر 3 دي، ده كان شكله حلو جدا، ودي كمان من الواشي تيب اللي انا كنت جايباها من مكتبه كرييشنز. المهم عشان ما انساش، ما تنسوش فعلا تشجعوني، علشان يعني ربنا يديني كده الطاقه الايجابيه فعلا بيكم، واتشجع فعلا واعمل كورس فوتوشوب بسرعه. اللي موقفني يا جماعه حاجتين،
المساحه، ما فيش مساحه خالص، بجانب ان لازم ان انا اعمل لكم كورس شكله حلو جدا وبروفيشنال وجميل، واوصل المعلومه بشكل بسيط وسهل علشان كلنا نبدا. يعني فعلا بجد موضوع الكورس ده هيبقى مهم جدا، بس فعلا محتاج مجهود وافورت كتير، وعشان فعلا لازم اعمل الكورس يبقى لائق بيكم كده، وكمان لازم اتابع معاكم. الموضوع مش هيبقى مجرد كورس، لا، هو المفروض ان انا كمان اتابع معاكم التطبيقات اللي انتوا كمان بتعملوها، علشان المرة دي الفوتوشوب بالنسبة لي مش هيبقى مجرد ارت جديد او موهبة جديدة، لا، انا عايزاكم انتوا كلكم تبقوا انتوا كمان جرافيك ديزاينرز وتشتغلوا بيه. ودلوقتي بقى ناخد نفس طويل كده عشان النتيجة النهائية فعلا كانت مبهرة وجميلة جدا جدا جدا، يعني فعلا بجد سبحان الله، ايه ده، الورد فعلا ادى روح للتصميم كله، يعني فعلا اللون كان جميل جدا سبحان الله، يعني ايه ده، في حاجات حلوة قوي كده في الطبيعة، يعني فعلا التفاصيل مهمة جدا يا جماعة. وزي ما قلت لكم ما تلتزموش باي حاجة، الفن ده حلو قوي، اي حد ممكن يعمله، اي حد ممكن يبتكر، المواد كلها ممكن تجيبوها من البيت، كل حاجة ممكن تبتكروها انتوا بنفسكم وانتوا شاطرين جدا، انا شفت ناس هنا ما شاء الله مبدعين جدا جدا. ودلوقتي بقى انا عايزة منكم انتوا كمان تشجيع علشان انا كمان اعرف اكمل الفيديوهات دي، واعرف فعلا استمر في الحاجة اللي انتوا بتحبوها. لو فعلا التصميم ده عجبكم، ولو نوعية الفيديوهات دي فعلا بتعجبكم، اعملوا لايك وسيبولي كومنت كده لطيف او حلو، ده بيساعد ان الفيديو يعني يكبر، واحس فعلا ان الفيديو بيعجبكم. يعني انا لما بلاقي كم لايكس على فيديو معين بعرف ان ده نوع الفن اللي انتوا بتحبوه، او ده نوع الفيديوهات اللي انتوا بتحبوها، ببتدي اكرر منها كتير، وانتوا نفسكم اللي فعلا بتشجعوني ان انا ابدع كمان وكمان. ربنا يخليكم ليا بجد يعني، ويكرمكم ويسعدكم ويرزقكم كلكم، وفعلا كلكم ان شاء الله باذن الله تعملوا مشاريع وتكسروا الدنيا. علشان كده فعلا انا مهتمه جدا جدا ان يعني ما اخرجش من الدنيا دي الا وانا مخرجه كل اي حاجه انا اعرفها، يعني اخرج كده ان شاء الله باذن الله كده على الاخره وانا فاضيه معلومات خالص. فعلا ده اللي انا نفسي فيه، ان انا ابقى خارجه من هنا فاضيه معلومات، اخرج كل حاجه انا اعرفها ليكم، وانتوا بقى بعلموها لاولادي ان شاء الله من بعدي باذن الرحمن. بس ما تزعلوش والله، بس هي لازم يعني دي وصيه، يعني انا وصيكم بيها، اي حاجه حد اتعلمها في يوم من الايام وحد بس من اولادي ان شاء الله احتاجها، يعني قولوا لهم عليهم بس كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.